مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في دردشة رياضية جديدة. هذه الدردشة لها طبع خاص لأنها تتزامن مع مباريتي الرجاء والوداد من جهة والزمالك والأهلي من جهة ثانية في نصف نهائي كأس عصبة الأبطال الإفريقية. في هذه الدردشة نستضيف محلل قناة ألفاس بريس السيد محمد شروق من أجل يعني نناقش شوية حول هذه المباريتين. سي شروق مرحبا بك. شكرا سي بوست، سعيد التواجد معكم. الله يبارك فيك. اشنو القراءة ديالك للمباراة تاع الوداد اولا والاهلي والرجاء والزمالك؟ اول نبداو بالمباراة ديال الوداد والاهلي اللي غتلعب الاولى نهار السبت، اللي يمكن يتقال على هذه المباراة كلام كثير، ولكن حنا غادي نحاولوا نركزوا على شي امور خاصة. اولا اخر الوداد درت واحد العقدة ديال كرست العقدة ديال الكرة المصرية مع الكرة المغربية في النهائي ديال عصبة الأبطال، كنا 2018 فاش داروا التعادل في القاهرة والوداد ربحوا في الدار البيضاء بواحد صفر. يعني المصريين دائما وانا تنعرفهم مزيان ديما عندهم واحد العقدة من الكرة المغربية سواء على المنتخب ولا مستوى الفرق، رغم ان الزمالك قصات واحد العدد ديال الفرق المغربيه، ولكن المهم بالنسبه للاهلي كاين التخوف، كاين التخوف حاضر، رغم كاين واحد الفارق كبير مثلا في الامكانيات الماديه، مثلا غير اشاره ان مثلا الزمالك الميزانيه ديالو ما بين 28 مليار و 30 مليار، الوداد كنظن 11 12، رغم هذا الفارق ولكن في الملعب الاهلي الميزانيه ديال 28 30 والوداد يعني حوالي 12 مليار سنتيم باش كيتسير في السنه، رغم هذا الفارق هذا ولكن في الملعب ملي كتلقى الكره المغربيه والكره المصريه تيكون واحد المهم كتكون دائما واحد الكفه ميله للكره المغربيه. ولكن ما تشوفش ان يعني عدم فوز الوداد بالبطوله فهمتي غيكون عنده واحد اثر نفسي على اللاعبين؟ لا جسمه، لكن هذه القضيه لان الوداد كانوا ابطال حتى الدقه 90 وهذا يعني هادشي خصو، ولكن دابا حنا كنعرفوا هادشي دابا ديال الكوتشين مونطال راه تطور، كاين ناس مختصين وحتى الوداد ولات عندها تجربه في الكوتشين والوداد عندهم لعابه تبارك الله، اللعابه اللي في الوداد راه لعبوا تقريبا ديال سنوات راه 5 سنين دابا الوداد دائما حاضر في عصبه الابطال في ضد اللعابه. والجميل في الوداد انه ولات دائما حاضر في عصبه الابطال جسمه هادشي فعلا، وهذا التراكم هذا التراكم ديال المشاركه والحضور هذا تيعطي واحد تجربه، وانا متاكد بان نهار السبت غنشوف واحد الوداد اخرى لا علاقه لها بالبطوله، لا علاقه بالبطوله. وكاين حتى واحد المساله اخرى مهمه جدا، ان الفرق الكبار تيبانوا في المناسبات الكبرى، ما يقولش الوداد راه مثلا عندهم نقص، كاين لعابه اللي ما غاديش يكونوا ربما كاين الناس اللي تتحدثوا عن اللياقه البدنيه، ان الوداد في البطوله الماتشات ديال البطوله ديك الدقه 70 80 كنلاحظوا واحد ما كتبقاش ديك الطراوه البدنيه عند اللعابه ديال الوداد، ولكن لان دابا نهايه الموسم بالنسبه للوداد والرجاء فعلا ولا وحتى الفتره مزيانه، لان ما جاو فتره ديال الكومبيتيسيون، هاد لا كوب دافريك هاد الدومي فينال جاو في واحد الفتره ديال الكومبيتيسيون، ماشي شي فتره ديال التوقف ديال البطوله، جاو الوداد خصهم يردوا الاعتبار يعني ديال البطوله اللي مشات لهم في اخر لحظه، هذه فرصه انهم يبقوا حاضرين في يتأهل. اخر يعني ما نقولوش اخر تيسر بالنسبه للوداد في هذا الموسم هذا هو اللي اخذ من كاس العرش البطوله كاس العرب، دابا بقى كاس باش ينقذوا الموسم. هذه فرصه للعابه ديال واحد الجيل بدا ديال اللعابه ديال الوداد، لان متاكد واحد العدد ديال اللعابه ربما هذا هو الموسم ديالهم الاخر، انا ما سي با سيغ هاد القضيه، ولكن كاين وهاد الجيل ديال الوداد يعني من حقه باش يدافع على واحد اللقب اللي بقى في الحقيبه ديالهم وفي التاريخ ديالهم. غير المهمه ما تكون سهله، لان في الاهلي تما اللاعبين على الكاس هادشي دابا هاد المباراه هاد المباراه اللي ما يمكنش حتى شي واحد يمكن يتكهن بالنتيجه ديالها ولا كيفاش غدوز، لان الضغط عليهم غيكون على الوداد ولا لا الضغط عليهم بجوج انت اول الوداد مستقبل، وكاين واحد الضغط معروف في هاد الماتشات ديال الي روتور انك ملي كتستقبل ما خص اول حاجه بعدا ما خصش يتسجل عليك البيت، لان ملي كتسجل لك البيت ملي كان بحال التعادل معروفه انا كيولي دو بيت، يعني الوداد غادي يلعبوا على ان بعدا اول هاجس ما يتسجلش عليا، خاصني دابا المشكل الضغط كبير على الوداد، دابا في هذا الالي روتور كيكون الضغط
كثير على المستقبل. علاش؟ لان انت اول خصك تسجل وما خصش يتسجل عليك. هذا هو راه حتى الوداد قدر الوداد يديروا هنا 0-0 ويولي الضغط على الاهلي، لان الوداد تمشي تما للقاهره ولا سجلات بيت تيولي جوج يعني كاين هاد، ولكن هادو فرقين محترفين و غياب الجمهور سواء واش يكون عنده شي تاثير لا على مستوى الذهاب ولا الاياب، يعني حتى الجمهور الوداديه جمهور كبير ولكن جمهور الاهلي حتى هو راه جمهور كبير، ما يكونش واحد التاثير على مستوى التاثير. هذا الغياب ديال الجمهور التاثير واضح، لان الوداد ملي كتستقبل هنايا في الدار البيضاء في الماتشات ديال الكوب دافريك من غير البطوله راه كتشوف الجمال ديال الوداد الملعب هذا هادشي معروف، لان حتى اللاعب اللي كيدخل الملعب وراه واحد 50,000 و60,000 ديال الجماهير وكيسمع الاصداء وكيشوف راه فرق كبير. هادشي راه بحال دابا ملي كتقول ما كاينش الجمهور، راه الاهلي راه بحال لاعب مثلا في القاهره ملي بحال لاعبين في ملعب محايد، فهمتي؟ حنا لاعبين دابا في ملعب محايد، وعندك الاهلي راه فريق كبير وعندهم واحد العدد ديال المحترفين وجي معاهم واحد الرمز كروي اللي هو رئيس النادي اللي هو محمود الخطيب. راه نعرفوا هذه القضيه بان راه محمود الخطيب بالنسبه للاهلي وبالنسبه للكره المصريه شي حاجه واعطي واحد الدعم. وانا كنت البارح عندهم في فندق زرتهم، راه كنشوف يعني البارح الخميس راه كنشوف بان داك الحضور ديال محمود الخطيب عاطي واحد الدعم معنوي. وكاين واحد المساله اخرى اللي مهمه، وان الوداد اول مباراه غادي يكون المدرب غاموندي في البونتوش، واول مباراه في افريقيا بالنسبه للمدرب ديال الاهلي موسيماني اللي جا من سميتو من سان داونز، اللي تيعرف الوداد مزيان، اللي واجه الوداد في اكثر من مره، وتيعرف اللعابه ديال الوداد، تيعرف القوه ديال الوداد، وتيعرف حتى المكامن ديال الضعف ديال الوداد. الرجاء البيضاوي فاز بالبطوله في اول يعني اسبوع غتلاقى مع الزمالك، واش هذا غيكون عامل ايجابي ولا ان الرجاويين غيعيشوا بهذيك الفرحه؟ لا كنظن دابا الرجاء مونطال طالع. لا سمحتي لي غير غادي نذكر واحد يعني تفضل. مباشره مورا هذاك الديربي العربي شفنا النتيجه اللي كانت تاع الرجاء في كاس افريقيا، لعقتي 4-4 داروا واحد المقابله غير دون مستوى مع الترجي انا اعتقد معليش، ولكن دابا شوف دابا بالنسبه للكره حنا دابا متبعين الكره هذه سنوات طويله، ما يمكنش قبل شي مباراه تقول ها المباراه كيفاش غتكون ولا هذه الفرقه ها كيفاش غتكون. كاين شي حوايج ديال اللحظه الفرقه كتدخل، كيفاش كتبدا المباراه، كيفاش الفرق خصم تيلعب معاك، كيفاش الخطه باش كتدخل، كيفاش داخل الاخر، تما كتبدا تبان المباراه. دابا الرجاء المونطال طالع، لاعبين محترفين، تيبان لهم نصف النهائي دينا البطوله، عندنا نصف النهائي باقي عندنا فرصة في كأس محمد السادس الأندية البطالة، يعني هذه فرصة لهذا الجيل هذا عطي باش يراك باش يدخل، راه هو دخل التاريخ من دا البطولة لنا 7 سنوات، وبعد 7 سنوات إيجاف دا البطولة هذا الجيل، دابا عنده فرصة كبيرة باش يزيد التاريخ ديالو يكبر بزاف، أنه يتأهل للنهاية ويقلب على اللقب الأفريقي ويشوف اللقب كأس محمد السادس. يعني هذه فرصة تاريخية كبيرة لهذا الجيل هذا، رغم واحد الاشاره ما غادي يكون غيابات في الرجاء. كاين 7 غيابات، واش ما يكونش تاثير على الستاف تاع الرجاء واللعابه اللي عندهم وزن؟ ودابا الرجاء بينوا في هذا الماتش ولكن في البطوله، دابا البطوله هذا الماتش ديال البطوله ما عندهمش على لا علاقه بالبطوله ديالنا، تلاقى مع الزمالك فريق كبير، يعني بحال كتطلع النيفو. كنظن ضروري غادي يكونوا غياب بحال دابا احداد ما غاديش يكون، سند ورد في الدفاع بطيب في هذا يعني ولكن جمال السلامي الرجاء هو ان كاين اللعابه اللي يقدروا يتحملوا الضغط، لا كتعرف تولي تاع حفيظي اللعابه اللي راكم متجربين، هذوك قاده دابا هذوك هما القاده، ملي كتقول الحفيظي وكتقول تولي وزنيتي هذوك قاده ديال الفريق، هذوما اللي كيعطيو داك الدعم لذوك الشبان وداك الشيء. وكاين واحد المساله اخرى، لان ديما كوره كتلعب ضروري على الجانب النفسي. اولا السلامي حتى الزمالك كيعرفوا السلامي مزيان، علاش؟ السلامي في 2006 كان خدا الرجاء غير فهمتي غير مؤقت، وكانت الرجاء انهزمت هنا في الدار البيضاء ب2-0 ومشى مشى للقاهره وربحهم ب3-0، يعني حتى ديك التواجد الكاس اللي خط نيت الرجاء فاز به، وداك التواجد ديال لان
هادو هما الجزئيات اللي تيهضروا عليهم الناس، من غير الجزئيه ديال الملعب، جزئيه خارج الملعب. ملي كتشوف واحد المدرب اللي كان باقي 2006 دابا 14 سنه باقي الله بادي في التدريب وهذا، وربحني ب 3-0 في القاهره، فما ادراك انه بدا اولا كوب دافريك ديال المحليين مع المنتخب الوطني، هو يرد البطوله هذه السيمانه، ودا كوب دافريك مع الفاتح. راه مدرب دابا هذه القضيه كتلعب، كتلعب مهم. الناس كيدرسوا دابا، كيدرسوا دابا، راه شفنا القنوات المصريه راه كي راه يوميا تفاصيل التفاصيل ديال ديال الرجل والوداد، الكره المغربيه تيعرفوا، تيعرفوا وقيلا تيعرفوا، هما هما دابا مهتمين للاسف، هما مهتمين اكثر من القنوات ديالنا حنا، اكثر من القنوات ديال ديال المغربيه اللي اللي لاحظت انا ما كاينش شي اهتمام للاسف، هما يوميا. ولكن عاوتاني كاين فرق كبير، راه مصر الاشاره راه عندها 150 قناه خاصه بريفي، ماشي القنوات العموميه، دوك خاصه وعاطي للرياضه واحد الاهميه. ما يقال على الوداد ايضا يقال على الرجاء، هي الفريق المستقبل، غيكون عليهم الضغط فعلا. ولكن كاين واحد الاشاره هو ان الرجاء تقدر تجيب نتيجه ايجابيه خارج الملعب ديالها. شنا في لاكاف هذا شنا الرجاء كتنتصر خارج خارج الملعب، لان هذه القضيه كتكون معطيات تقنيه وتكتيكيه ديال الفريق ملي كيكون عندك لعابه. حتى الوداد شتي دابا الوداد انا كنظن بان في القاهره غتكون خطر، على لان علاش عندك الاجنحه صراع، عندك اوكو هذا وحداد حداد، وعندك في قلب الهجوم هذاك سميتو كازادي كازادي، راه مشكل هذا، راه هو الهاجس اللي تيفكروا فيه، تيفكروا فيه الاهلي. ملي كيكون عندك الهجوم سريع راك تفكر يعني كيشكلوا على الخطر. الرجاء استافدوا من واحد المساله اللي كانت في الاول يعني تثير مجموعه من الجدل، هو داك التدوير تاع الفريق. سلام يقدر يدور الفرقه في هذه البطوله هذا، ويعني اسمح للعابه الشبان تما يندمجوا في الفريق بواحد الطريقه تلقائيه، واش هذا العامل هو غادي يساعد الرجاء فعلا. وتحيه لي صراحه، تحيه للسلامي، ولكن لقاش كان انا با ما عندوش، كان ما كانش عنده اختيار، ما كانش عنده اختيار، خسر النقاط ولكن ربح، ولكن راه كنتعرض صراحه، كنتعرض لانتقادات قويه من الرجوين. ولكن في الاخير يعني شفت حتى فاش خرج واحد الوقت نكا دخل هذاك الدري الشاب سكان، يعني ما بانش، لا ما بانش الفرق، بالعكس بان بان احسن بان بان احسن. وهذه القضيه مهمه جدا، ان الرجاء عطات واحد الدرس اخر، ان ممكن انك في المدرسه ديالك خاصه انا ممكن تكون لعابه اللي يلعبوا على اعلى مستوى. حنا شفنا الرجاء تقريبا واحد 9 لعابه اللي المنتوج منتوج رجاوي، وهذا درس. انا انا تجيب بعض ما كاينش، حنا كنلاحظوا بدا بشي اجانب في المغرب، حنا ماشي ضد بطبيعه الحال، ماشي ضد هذه من فوق من خاص يكون اجنبي يكون احسن من ودك. ولكن هي دابا الرجاء بينوا بان اللعابه ديال المدرسه هما لعبوا مذكور هذا الوليد هذا، يعني واحد العدد ديال اللعابه هما ثبتوا، وهذاك الماتشات بحال هذا الماتش اللي كانوا تحت الضغط اللي لعبوا مع وجده ومع بركان ومع خريبكا ومع هذا، هذوك 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 فورمات ولا تكوينات، هذوك هذوك كيعطيو واحد كيعطيو واحد اللاعب واحد الشحنه كبيره، وكتبقى في الرصيد ديالو، راه بحال دار واحد الطرومو ديال ولا اكثر ديال التكوين. ماتش واحد كيعطيك واحد، لانه غادي يبقى ديما هو لعب تحت الضغط وتعطاتو فرصه ودى البطوله، هذا راه شي حاجه كبيره. بالنسبه للرجاء في القاهره، واش تقدر يعني تحقق كونتر الزمالك، تقدر تحقق نتيجه ايجابيه؟ قلت يلا قلت يا دابا بان الرجاء كتلعب مزيان في برا، يعني مهاجر كيقولوا فهمتي، يعني تتعرف تسافر، تتعرف تهاجر، تتعرف تسافر. يعني بالعكس كاين خطر، كاين خطر على الرجاء معروفه بهذه هذه فيزا كتوصل الشبكه، هذا هو الخطير في الرجاء من التاريخ ديالها، الرجاء كتوصل الشبكه دغيا تتسويت، هذا هو اللي كاين. حنا كنتمناو طبيعي. شنو التوقعات ديالك بالنسبه واخا الكرة القدم ما فيهاش توقعات، ولكن شنو التوقعات ديالك بالنسبه للوداد والاهلي؟ الوداد والاهلي هو كنظن اني نقدر نعطي نتيجة زعما، نعطي نتيجة زعما، التوقع 1-0 الوداد. الرجاء والزمالك نفس النتيجة. 1-0. 1-0 اش نبقاو، وكنتمناو تكون النهاية مغربية، وغادي نعيشوا هذيك 4-4 هذيك، يعني هذيك المباراة هذا اللي كانت ما بين الوداد والرجاء، عاوتاني غادي الأضواء كلها عاوتاني غادي تجي للمغرب. النهائي هذا اللي مهم،
بغض النظر على الوداد والرجاء، نهضروا على الكره المغربيه وعلى المغرب. دابا الكره هي اللي كتجلب الاضواء، راه العالم كله تاهلت عاوتاني الرجل الوداد، عطيه واحد الاشاعه واحد الكره المغربيه والمغرب كدوله ماشي كبلاد. لان دابا حنا عصر الصوره كلشي تيقلب على كرات افريقيا والدول العربيه. سؤال اخر يعني، واش تقدر الرجل الوداد يلعبوا نهائي تاع عصبه الابطال ويدخل التاريخ بهاد التشكيلات اللي عندهم؟ دابا بقى على بعد خطوه. على بعد خطوه، ولكن الخطوه صعيبه شويه. ايوا دابا راه صعيبه، لا صعيبه باش نكونوا واضحين، راه صعيبه على الوداد ولا على الرجاء ولا على الاهلي ولا على الزمالك. دابا بزاف العوامل اللي تيلعبوا في هاد المباريات، راه الكوتي بسيجيك، الجانب النفسي، الجانب التكتيكي، التقني، اللعابه، المدرب، المحيط، واحد العدد ديال العوامل. والفرق اللي كتنجح هي اللي كتعرف كيفاش تتعامل مع هاد العوامل كلها وتوضع لصالح الفريق ديالها، باش نهار ملي كتدخل وقت الحسم كتدخل المباراه كتكون واجد وجاهز بدنيا، تقنيا، تكتيكيا، نفسيا، يعني جميع تتعامل مع جميع المتغيرات. كيكونوا متغيرات وسط المباراه، قريت وعدك لاعب مهم يقدر ياخذ بطاقه حمراء، يقدر الحكم، ما هضرناش على التحكيم، راه التحكيم حتى هو مهم. التحكيم وحنا شفنا التجارب هاد السنوات السابقه، راه مع الزمالك وبركان، مع الحسنيه، الوداد والترجي، يعني راه كاين ما يدير على التحكيم. راه التحكيم هادشي كله تندويو على اساس ان التحكيم يكون نزيه، ولكن التحكيم راه جزء، حتى هو جزء من اللعبه. حنا اللي كنتمناو ان يكون هادشي كله كندويو عليه على اساس ان التحكيم غادي يكون جيست، مقاد، نزيه، لا يعطي يطبق القانون. دابا كاين بيان سور كاين الفار، كاين الفار كاين بعدا ربما ميكون لا المغرب ديما تيكون الفار. شكرا سي شروق، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، والى اللقاء في دردشة جديدة ان شاء الله.